اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من الصعيد، صعيد مصر الجميل اللي بنفتخر بيه والريف المصري. انا لما بعمل اكلات من الزمن الجميل ولها التراث المصري واخد الشعار المصري في اي مكان ممكن نعملها، انا بيبقى قلبي مقبوض وابقى مرعوب وخايف. ليه يا عم المغازي؟ لان الاكلات دي طبعا بالطعم امهاتنا ربنا يديهم الصحه طبعا اللي عايشين واللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم ويرحم موتانا. الاكله دي اللي هي زي السخينه او طاجن اللحمه بالتقليه، الحاجات دي على فكره مهما تمر من الايام والازمان لازم نرجع للزمن الجميل ويقول لك انا احب اكل الصعيد الجميل واكل الريف المصري. السخينه بتتميز بتتعمل بالبصل بتاعنا اللي هو خير ارضنا اللي بنصدره للعالم كله، سواء منه الاحمر او الابيض، ده الاثنين معايا عشان ما حدش يقول لك ممكن نعمل السخينه بالبصل الابيض او البصل الاحمر، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين لما اعملها بالبصل الاحمر مش هتاخد وقت كبير مني في التحمير، لان السخينه بتتعمل بالرقاق والبصل والمرق، يا اما مرق لحمه يا اما مرق بط وز فراخ، المرق اللي موجود عندك. معانا كمان طاجن لحمه بالتقليه، فين اللحمه يا شفيق؟ اه اللحمه هنا، اختصارا للوقت طبعا عشان وقتنا ده من ذهب على شاشه القناه الاولى، اللحم هنا بيتسلق اختصارا للوقت. وبضرب عصفورين بحجر، العصفور الاول باخد مرق اللحم ده اعمل منه السخينه، واللحم هنا بيستوي بكمل سواه في قلب التقليه اللي هي التخديعه اللي هي الدمعه، دي المسميات بتاعتها في الخليج. وسامحوني في الصعيد المصري والريف المصري اللي بيتابعوني دلوقتي، يا ريت يتواصلوا معايا ويتصلوا، اذا انا بخطا في حاجه راجعوني، لان انا وارد ان انا اخطا، لان قلت لحضراتكم مهما اجتهد ومهما اعمل من الاكلات الجميله من الزمن الجميل مش هوصل لطعم امهاتنا، لان طعم اكل الام لا يعلى عليه وله طعم تاني لانه بيلتمس الحنان والحب اتجاه اسرتكم. انا مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتيره، وانا مرعوب النهارده زي ما قلت لحضراتكم، لان انا جوه المطبخ المصري، مش اي مطبخ مصري، مطبخ الصعيد الجميل وصعيد مصر اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. هنا طبعا جنب السخينه العيش المفروض زي ما قلت لحضراتكم دي تتعمل قبل ما نقعد على الطبليه مباشره عشان نضمن ان العيش هنا يبقى مش طري، او الرقاق مش طري، او الفطير مش طري. حلو الكلام. انا هعمل دلوقتي سلطه الجرجير بالطماطم او الطماطم بالجرجير. ولادنا مش بيحبوا الجرجير لانه حامي شويه وفيه نسبه حموضه وبيبقى حار شويه. حلو الكلام. وفي بعض الجرجير بيبقى طبعا مش سبايسي شويه، ولكن خلونا ان احنا ولادنا نحبوا الجرجير، فخلونا نعملها سلطه النهارده بالطماطم. شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. معانا شويه رز ابيض حلوين، اللي حابب ياكل طاجن اللحمه بالتقليه مع رز ابيض معانا رز ابيض حسب ما انتوا بتحبوا، يعني تعملوا شعريه جنبيها مفيش اي مشكله. ونبدا احنا نقطع الجرجير. اه دايما العروق بتاعت الجرجير هي اللي فيها الحموضه شويه يا فندم. الرز المصري بيتعمل ازاي يعني؟ اه حاضر. الرز المصري ده عادي جدا، بس على فكره في تركايه هنا عشان الرز ما يعجلش مننا. دايما يقول لك ايه؟ اطلع على الرز لما يستوي. يعني الجمله الشهيره بتاعتي اللي هي ايه؟ الرز اتغسل، وبعد ما يتغسل ما انصحكيش تنقعيه الميه، لا صفيه من الميه، دي رقم عشان ما يتكسرش منك بعد ما يستوي. رقم اتنين، بتكون فيه ميه بتغلى على النار، وبتجيب الرز ده تحمريه او تشوحيه في معلقه سمنه حلوه او معلقه زيت حسب الرغبه. لو بتعملي الرز سمك شوحيه في معلقتين من الزيت، فصين من الحبهان وورقتين لورو. لو بتعملي رز عادي بقى حط سمنه حط زبده زي ما انت حابه. ولكن اللي عايز اقوله، وقت احنا ما نحط الميه وعيار الميه على الرز لازم تنتظري حتى غليانه، وبعدين تهدي النار، ما توطيش النار ولا تهدي النار تحت الرز الا لما يغلي قدام عينك، علشان لو هديت النار قبل ما يغلي الرز ده هيتكسر وما تقعديش تقلبيه كل شويه. ليه بقى يا شيف؟ عشان الرز ما يتكسرش منك. نجيب الطماطم الناشفه الحلوه دي كده، نعمل سلطه الطماطم دلوقتي زي الفل اهي.
زي ما انا شغال كده. يفضل سكينه منشار عشان الطماطم تقطع معاك بالشكل الحلو ده كده. ونفس القصه طاجن اللحمه ما اقولكش، لا ده انا عايز اكله بشويه رز ابيض صراحه. يعني انا الطاجن ده لو قدامي الطاجن ده شويه رز ابيض كده وبالف هنا وشفا. مقادير السلطه على الشاشه، اكتبها ورايا كده بسرعه. جرجير، وزي ما قلت لحضراتكم طبق السلطه ده لوحه فنيه انت بتبدعي فيه، فرصه تقدمي رسائل لجوزك، رسائل لاسرتك، رسائل لعيلتك، رسائل لحماتك جايه تزورك. ورده حلوه كده على طبق الجرجير، يا حماتي الورده الحمراء دي انا بهديها لك. خسرت حاجه؟ انت عاملها من الطماطم، ما رحتيش عند بتاع الورد وجبتيه. يا عم محسن ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. محسن ده طفل لازانيا، بتجيب شرايح اللازانيا من اي سوبر ماركت، بشاميل خفيف، صوص بولونيز خفيف، تجيب كاسرولة وترص اللازانيا، وبعدين بشاميل، بعدين بولونيز لحمه مفرومه، وندخلها الفرن، وبعدين نحط الجبنه عليها. السلطه دي كده كده زي الفل، مش هعمل فيها اي حاجه تانيه خالص. حلو الكلام؟ تعالوا نعمل الدريسنج بتاعها او الصوص بتاعها او الصلصه بتاعتها. عباره عن ثوم، حلو، وشويه زيت زيتون، وشويه ملح، وعصير ليمون بس. زيت زيتون، سنه شبت صغيره، وحطيت الشبت ليه مغازي عشان يكسر طعم المزازة والحموضة بتاعة الجرجير. يا دلعك مدرسة. زيت زيتون، عصير ليمون، كلهم مع بعض كده. برضو في بعض أنواع السلطات، بعض أنواع السلطات اللي يفضل إضافة الصلصة ليها وإحنا قاعدين على الطبلية لغاية لما يحضرنا الكبير رب الأسرة. دي مهمة جدا على فكرة. ليه يا شيف؟ لأن السلطات الورقية أو الخضروات الورقية، عيني بس أعمل حاجة صغيرة بس، من الحاجات اللي هي بتهبط بسرعة. أنا معايا بصلاية حلوة زي دي كده، أعمل حاجة حلوة كده منها. بصل الأحمر ده بالذات أنا وراي حاجة، أستاذة رحابة قالت لي معاك 8 دقايق، 8 دقايق دول أعمل فيها خروف مكتف، أعمل فيهم ديك رومي. بعون الله البصل ده زي ما هو كده، شفتوا الدلع ده كده؟ شفتوا الدلع ده كده؟ ده دلع، ده اسمه تجويد. ما انا قلت لحضراتكم السلطه لوحه فنيه تقدري تبعتي منها رسائل كتيره قوي. وانا لما بتعزم ويكون في بوفيه يعني وسفره، بقدر احكم على مدى الحب وتقدير الحب الناس اللي عاملين السفره. الاقي السلطه متقطعه بشكل حلو، الشغل بتاع البصل اللي انا عامله ده يبقى ده شغل ايه؟ اسمه شغل مزاج. الناس دي حابه ان هي تعمل حاجه حلوه. شفت البصل مرصوص ازاي؟ حلو، حلقات حلقات بالشكل ده كده. واخد الصوص ده الحلو ده كده. ايه الجمال ده يا شيخ؟ ايه الدلع ده يا شيخ؟ الله يسامحك، الله يسامحك، هتسيب كل حاجه وتاكل السلطه ده. زي الفل، تمام. رؤية فن ابداع النهارده من الصعيد الجميل وصعيد مصر وريف مصر اللي بنوجه له تحيه كبيره من شاشه القناه الاولى. منين يا ابو غازي؟ من ماس بيرو.